في إطار أنشطتها العلمية والفكرية، نظمت جمعية أصدقاء الصحة تطوان مساء يوم السبت 19 مارس بشراكة مع نادي قضاة المغرب الدائرة الاستئنافية بتطوان الملتقى الجهوي الأول للطبيب والممرض بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بالمستشفى الجهوي بتطوان. ولقد نظم هذا الملتقى الجهوي تحت شعار الأطر الصحية في خدمة المواطن، والذي عرف حضورا وازنا للأطر الصحية والطبية ورجال القضاء وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الصحي بالمدينة. في إطار أنشطتها العلمية والثقافية والفكرية، تنظم جمعية أصدقاء الصحة تطوان بشراكة مع نادي قضاة المغرب المكتب الجهوي الاستئنافية الدائرة الاستئنافية بتطوان اليوم الجهوي الطبيب والممرض تحت شعار الأطر الصحية في خدمة المواطن. في الحقيقة تناولنا جوج المواضيع الأساسيين، الموضوع الأول هو المسؤولية الطبية، والموضوع الثاني مسؤولية التمريضية لما لهم من اهتمام كبير لدى المواطن المغربي، الأطر الصحية والمجتمع المدني إلى غير ذلك. موضوع جد مهم نظرا لخصوصية المسؤولية الطبية أو ما يسمى بالخطأ الطبي، وحاولنا أن نعالجه من جانب قانوني باستدعاء رئيس نادي قضاة المغرب بجهة طنجة تطوان. إذن هو لقاء يكتسي أهمية بالغة في المجال الصحي على المستوى الجهوي والوطني، وفي نهاية اللقاء تم الخروج بتوصية هامة تتعلق بالأخطاء الطبية وكيفية معالجتها من الجانب القانوني.